السلام عليكم متابعينا، كي دايرين؟ لاباس بخير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طاجين الكفته. كمكونات غادي نحتاجو نصف كيلو من الكفته، وغنحتاجو حبه طماطم مقطعه وحبه بصل مقطعه كذلك، وغنحتاجو القزبور ومعجنوس مقطعين، وغنحتاجو نصف بصله محكوكه. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو هنايا، فغنحتاجو هنايا شويه من راس الحانوت وشويه من سكنجبير، عندي هنا شويه من الابزار، وعندي شويه من الكمون، وشويه من التحميره، وشويه من الخرقوم، وهنايا عندي كذلك شويه من الملحه. فهنايا غادي ناخذ الطاجين وغادي نحطو فوق النار، وغنحطو فيها شويه من الزيت، ومن بعد غنحطو فيها البصلة اللي قطعنا ونخلوها تشحر. هنايا غادي ناخد الكفتة وغنضيف ليها البصلة، نصف البصلة اللي حكيناها من قبل، غنضيفو ليها كاملة، ونزيدو هنايا شوية من القزبور والمعجنوس، وغنضيفو ليها كذلك التوابل، الخرقوم والإبزار وسكينجبير، راس الحانوت والتحميرة. وغنخلطو جميع المكونات، وهنايا غادي نضيف شويه من الزعفران اللي نسيت ما قلت لكم في الاول. وهنايا من بعد ما تشحرت لينا البصله مزيان، غادي نحركوها شويه، وغادي نضيفو لها الطماطم اللي قطعناها طريفات صغار، وغادي نحركوهم جيدا. وهنايا من بعد ما تشحرت لنا البصله والمطيشه، من بعد ما تشحروا مزيان، غادي نحاول اننا نحركهم شويه بحال هكا. غادي ناخذ ملعقه من الطماطم او الطماطم المركزه، وغادي نضيفو ليها شويه من الماء، وغادي نحركوهم حتى غادي نحصلو على صلصه الطماطم.
كما هاد الشكل، وغنضيفوها على الكفتة ديالنا بحال هاد الشكل هكا. وهنايا بالنسبة للعطرية اللي بقات لنا في الأول غادي نزيدوها على الطاجين بحال هاد الشكل، وغنسدو عليه ونخليوها تطيب على خاطرها. الطاجين اليوم كيجي بحال هذا الشكل، كيجي رائع ولذيذ. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.